يا حبايبي، اليوم بستخدم القلاية الهوائية. اوكي، اول شيء قبل ما نسوي فيها اي شيء نسخنها 5 أو 10 دقائق. اوكي، مثل ما شايفين هذا التسخين، سخنيها 10 دقائق. انا بخلي اوكي 10 دقائق. اوكي، اشوفكم بعدين. وبعد ما خلصت 10 دقائق ناخذها على سطح مسطح اوكي، ونحط فيه اي شيء انت تبي تحطيه. اوكي، انا حاطه كباب. كباب من لولو، هذا المجمد سادية، انا احب كباب سادية. وتحطي اوكي عادي، حتى لو فوق ما مشكلة. الحين ارش رشة من الزيت، رشة بس ما وايد. اوكي بس، وهي بالفرشاة ومن الطرفين. اوكي، الحين حبايبي احطها اوكي، واتاكد من غلقها عدل. في الكتيب مكتوب البرجر من 18 إلى 20 دقيقة، انا بخليها 20 دقيقة اكيد. نشوف اوكي، تقريبا 20 دقيقة. اوكي، والحرارة هنا عندكم 180. اشوفكم بعدين. وهذا غدانا حبايبي، روب بالخيار وسلطة فواكه مشكلة، وهذا الكباب اللي قليناه بالقلاية الهوائية. وبس، بالعافية علينا وعليكم.